نظمت وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء احتفالية بمناسبة أعياد مملكة البحرين الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم ويأتي حرص وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء على تنظيم الاحتفاليات بالأعياد الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبما يسهم في ابراز النهضه الحضاريه التي تشهدها البلاد لتعزيز المنجزات الوطنيه والتعبير عن الاعتزاز بالتاريخ الوطني